طيب النهارده كان هنتكلم على موضوع الشتات، ازاي نعمل شتات وازاي نحط فيها المشروع بتاعك. تمام، شيت اللي هو التايتل بلوك. تمام، بعد ما عملت الشغل بتاعي عايز اعمل ايه؟ احط الشغل بتاعي في التايتل بلوك. فانا لو نزلت هنا الاقي الفيو، بعد كده الايجنت، وبعد كده سكادول، وبعد كده الشيت. تمام، فانا عايز اي مشروع عايز احط لك المشروع دوت على الجهاز، اسيفه لك على الجهاز مفيش مشكله. بس انا فاكر كنت حاطه عندكم على ال اكيو. يلا رايح يا انت عندك على السيرفر اللي هو اسمه كيو اللي هو ريندر. كده اه شكرا. مش عارف، المفروض تقريبا اكتب الاسم والباسورد حاجه زي كده. اه موجود. طيب سيبك يا عم المشروع ده، خلينا نبدا في اي مشروع عندك. تمام، وابعت لك المشروع ده على الميل النهارده ان شاء الله. الفكره بس احنا عايزين نشوف موضوع الشتات، مش عايزين احنا ناخد الموديل ده. عندك سيمبل اركتكتشر صح؟ سيمبل اركتكتشر بروجكت. تمام، ده نازل معاك مع الريفت على طول. سيمبل اركتكتشر بروجكت، عايزين نشوف ازاي نعمل شتات زي دوت. طيب الشتات موجوده فين؟ موجوده تحت السكادول، هنلاقي حاجه اسمها شيت. هدوس رايت كليك واقول له انا عايز نيو شيت. النيو شيت هو بيقول لي اختار التايتل بلوك. طب انا عايز تايتل بلوك غير دوت، لو دوست له اوكي بيفتح التايتل بلوك اللي هو جاي بتاع اوتو ديسك دوت. ماشي، طيب هنشوف ازاي اجيب واحد جديد وازاي اعدل في دوت لحد ما اوصل اللي انا عايزه. هقول له نيو شيت لود هحمل بقى حاجه اسمها تايتل بلوك، ادور على تايتل بلوك. هتلاقي عندك كل البقاسات الممكنة، وفي حاجات بتبقى افقي وفي حاجات بتبقى راسي، فيرتيكال وهورزونتال. تمام، اي مقاس فيهم انت عايزه بتبدا ايه تشتغل عليه. قلت له اوكي هيبدا يحمل الفهم دي في المشروع واقدر اشتغل عليها. تمام، يبقى لو انا عندي تايتل بلوك جاهزه من المشروع الثاني اقدر اسحبها عندي. تمام، طيب يعني تاني لو انا عايز احمل تايتل بلوك جديده هقول له نيو شيت واقول له لود واروح مختار التايتل بلوك اللي انا عايزه دوت، هقول له اوبن واقول له اوكي فيبدا يحمل لي التايتل بلوك الجديد. طيب لو انا عايز اعدل في التايتل بلوك دي لحد ما اوصل للي انا عايزه اعمل سيلكت عليها واقول له اديت فاميلي. اديت فاميلي من الحاجات القويه جدا في الريفت، لان ممكن اي فاميلي انا عايزها اقدر اعدل فيها لحد ما اوصل بالشكل اللي انا عايزه. يعني ممكن تكون عندك تبدا من صفر وتعمل بالفعل كل الفعل اللي انت عايزه، تقدر تعمل مثلا كراسي، ترابيزه، تقدر تعمل اي شكل انت عايزه. طيب انا قلت له دلوقتي ايه؟ اديت فاميلي. ماشي؟ اقدر ادخل هنا واعدل في الارقام اللي موجوده هنا. تمام؟ ده تكست عادي، ممكن اجي هنا واكتب بالعربي عادي، الريفت من البرامج اللي بتبقى العربي دول مش خالص. تمام؟ مكتب
ايوه انا بكتب عرف. تمام. تقدر تكتب عربي بدون اي مشاكل خالص، لان هو بيعتمد على الخطوط بتاعت الويندوز. طيب الصوره دي عايز امسحها، اقول له ديليت، واقول له ان انا عايز ادخل صوره انسيرت، اقول له ايمج، وادخل اي صوره انا عايزها. دي هناخدها دلوقتي، اللي هي الامبورت كده هناخدها دلوقتي، واي حاجه جاهزه عندك نقدر نعدل فيها لحد ما نوصل للي احنا شغالين بيه. ماشي. طيب انا دخلت مثلا الصوره ديت، اقدر اسحب من المقابض هنا وهنا لحد ما اوصل اللي انا عايزه. تمام. طيب لاحظ ان انا وانا شغال محكوم بالاكس والواي زي بعض. تمام. طيب الموضوع ده مضايقني وعايز ده لوحده، ده لوحده بشيل العلامه اللي هي بتاعت ايه، لوك بروبرتس، فساعتها ايه انا مش محكوم باي حاجه خالص، بس هيعمل تشوه للصوره. تمام. طيب الناس اللي تجرب كده تدخل صوره على تايتل بلوك اللي احنا عملناه كده. هندخل حاجه من الاسكيب. تمام. طيب شايف ايه؟ لو انت عندك حاجه جاهزه قول لنا عليها حطها لنا. ماشي هاتها ونشتغل. تمام. في نفس بتاع صوره تمام، فهتلاقي سهل ان انت ايه تعدل فيها زي ما انت عايز. طيب لو انا عايز اضيف ليبل، يعني ايه ليبل؟ يعني لما هو بيقرا معلومه من قلب المشروع، زي مثلا ايه اسم المشروع، عنوان المشروع، كل الحاجات ديت. ماشي. فانا ممكن اقول له ايه ليبل، وازود مثلا الليبل هنا. الليبل دوت ممكن تبص دي كلها خصائص اللي موجوده في قلب المشروع، زي البروجكت نيم، او ممكن تدخل مثلا ايه الشيت نيم او شيت نمبر او اي خاصيه من دول. الفايل باس، خلينا مثلا نختار مثلا فايل باس اهو. تمام. اوكي الفايل باس، يبقى هو اوتوماتيك هيقول له الفايل باس. لو جيت هنا وقلت له اقرا لي مثلا الاسر او الكلاينت نيم، دي عملتها حاجه اسمها ايه، حاجه اسمها الليبل، بحيث ان انا لما اعدل فيها تتعدل اوتوماتيك. ماشي. في زي رقم الصفحه، رقم شيت. لا هي في رقم شيت هيت. تمام. رقم شيت اللي هو شيت نمبر. ماشي. انا حاطه موجود اهو عندي. عندي هنا ده موجود الليبل جاهز، ده بتاع الاسم، الشخص اللي عمل تشيك باي، السكيل، كل الحاجات دي ايه موجوده. دي تغير بحالها. اول هو بيلقط المعلومات كلها. طيب خلينا نحمل كده الشيت دوت، عايز احمل الشيت ده في قلب المشروع، فبلاقي عندي حاجه اسمها لود انت بروجكت ولود انت بروجكت اند كلوز. ايه الفرق بينهم؟ اول واحده بيحمل لي الفاميلي دي جوه المشروع ويسيبها مفتوحه، يعني لما اقول له لود انت بروجكت تفضل موجوده مفتوحه، لود انت بروجكت اند كلوز هيحملها في المشروع ويقفلها خالص. طيب خلينا نحملها في المشروع ونسيبها برده مفتوحه. هو ما فيهاش اي حاجه خالص. طيب بص هنا. طيب بص اللي احنا عملناه ايه، كتبنا الاسم، الاسم كتب عادي. الثانيه انا قلت له الباص، دخل وشاف المسار اللي انا فيه وكتبه لي مسار الملف. تمام. او في الدي بروجرام فايل اوتو ديسك ريفيت وكذا. لو طلب منك المسار بتكتبه. وبعد كده الكلاينت، الكلاينت هو كتب ايه؟ كتب اوتو ديسك. طب اشمعنى اوتو ديسك؟ تعالى ندخل في كلاينت مانج. كلاينت مانج هتلاقي في حاجه اسمها ايه؟ معلومات المشروع.
اي كلمه تكتبها هتاثر. يعني ايه بروجكت انفورميشن اهي، تمام. الاورجانيزيشن نيم اوتو ديسك، الكلاينت نيم اوتو ديسك. الكلاينت نيم هنسمي اسم حد، نسميه ايه؟ طيب اسم اي كلاينت عندكم؟ ريميح. شكلك بتحب اور ريميح. تمام ريميح. تمام خلاص. بص انا كتبت ريميح، اول ما اقول له اوكي لقطها وحطها هنا. تمام. بص بقى انزل تحت كده هتلاقي عندك ايه رقم اللوحه. طب الرقم اللوحه دي موجوده فين؟ اهو الشيت اهو، وده رقم اللوحه اهو واسمها اهو. يعني لو جيت هنا وقلت له لو دوست على امر في هنا خاصيه اسمها ايه فين الرينيم؟ انا مش شايف. الرينيم اهي بيقول لك الرقم والنيم. طيب الرقم مثلا نسميها 313 والنيم هتسميه مثلا جراوند. تمام. فكتب لي 313 وكتب لي ان دي الجراوند، واسم الرميحي اللي هو بتاع المشروع هو، وده اسم المشروع سامبل هاوس. لو جيت برضو في قائمه مانج ودخلت هنا في البروجكت انفورميشن هتلاقي سامبل هاوس موجوده هنا اهو. بروجكت نيم ممكن تديله اي اسم بقى، هو مثلا يعني بتحاول انه تشتغل صراحه للمانجر. بتحط المعلومات بتاعت المشروع اللي هتظهر معاك كل شتات، هتريحك من الموضوع دوت. طيب خليني اسحب لوحه واحطها هنا، المفروض ان هو يجيب لك مشكله. ايه المشكله دي بقى؟ خليني اجي مثلا هنا واقول له انا عايز اسحب ليفل 1 هنا. بص الرساله دي، حد كده يعرف سبب الغلط دي؟ ايوه الله ينور عليك. هو هنا بيقول لي ايه ما ينفعش فيو يبقى موجود في الشتات في نفس الوقت، كده مالهاش اي معنى خالص. تمام. طيب لو انا فعلا عايز احطها لازم اعمل دوبليكيت. طيب لو انا قلت له دوبليكيت بيديني ثلاث اختيارات. اول حاجه دوبليكيت، يعني هعمل دوبليكيت بس لو في اي كتابات هشيلها. تمام. يعني عامل دوبليكيت للفيو بس لو في اي كتابات هشيلها. تاني واحده دوبليكيت ويز ديتيلنج، اي كتابات هتيجي معايا. وتالت واحده ده هيعمل لي ايه جزء من اللوحه. خلينا نجرب الثلاثه ونشوف الفرق بينهم. اول واحده دوبليكيت ويز دوبليكيت فيو، هقول له دوبليكيت اعمل لي واحده بكل الكتابات وكل الحاجات اللي موجوده. طيب تاني اختيار ويز ديتيلنج، بص هيعمل ايه، جابها لي بكل الكتابات والليجند وكل الحاجات دي، بينما هنا عمل دوبليكيت للفيو بغير اي كتابات خالص. طيب تعال نشوف اخر واحده اللي هي از اديبندنت. اديبندنت يعني ايه؟ يعني هيعمل حاجه فرعيه جزء منها بارت منها. تمام. لازمتها ايه؟ ممكن يكون عندي المبنى كبير وانا عايز اقسمه على اربع حتت قد بعض، ماشي. طيب هقول له هنا ايه دوبليكيت از اديبندنت. طيب ده بقى جزء. طيب ممكن اقول له ايه انا عايز جزء كمان از اديبندنت. تمام. عايز بقى اخلي الجزء اللي فوق لوحده والجزء اللي تحت لوحده. تمام. عايز اقسم المشروع بتاعي لوحتين. ساعات قبل كده في مشروع كنا مقسمينه ل 18 جزء. تمام. كان مول قطر، مول قطر كان كبير فقسمناه ايه ل 18 جزء. طيب خليني اقسمه بقى، هوريك كذا طريقه للتقسيم واقول لك انهي واحده الاحسن. عندي حاجه اسمها كروب فيو، فانا ممكن اقول له ايه انا عايز الكروب فيو اهوت، واقول له ايه انا عايز الجزء ده بس. تمام. بس موضوع الكروب فيو ده مش عملي. ليه مش عملي؟ لان مش هقدر اظبطها في كل، لو انا عندي كذا دور مش هقدر اظبطها في دور بالشكل دوت، هتاخد مني وقت. فالكروب فيو مش عملي في موضوع ان انا اقسم الموضوع شتات. ليه هتقسم كده؟ تطلع في الدور اللي فوق ممكن تطلع سنه زياده حته صغيره، مش هتظبطها بايديك بالماوس. حلو. طب ايه الحل بقى ليها؟ عندي هنا في الفيو حاجه اسمها سكوب فيو. سكوب فيو بتعمل مربع بيطلع معاك في كل الادوار. اقول له سكوب فيو، ماشي، وابدا اعمل سكوب فيو دوت اهو. ده سكوب بوكس اسمه سكوب بوكس 1. طيب تعالى نعمل سكوب تاني، سكوب بوكس 2.
يبقى انا عندي سكوب بوكس 1 وسكوب بوكس 2. طيب لو انا جيت هنا اهو سكوب بوكس 1 تقدر تغير الاسم. طيب انا هاجي هنا في اللي هو ديبندد 1 ديبندد 1 اهو اعمل ايه؟ كل اللي انا اعمله هقول له فين السكوب بوكس اهو؟ سكوب بوكس معموله بنن هو مش مرتبط بسكوب بوكس هو سكوب بوكس 1. طيب وفي الجزء الثاني اقول له سكوب بوكس 2. فايه اللي حصل؟ بقى ده لوحده وده لوحده. عندي حد مش هيبقى كل دور وتمشي وتطلع انت بقى كل دور تختار سكوب بوكس 1 سكوب بوكس 2. لو عدلت في مره اتعدلت كلهم في نفس الوقت. جربوها كده؟ عملت له ده ليش عملت له ديبندنت؟ لو ما عملتش مثلا لو عملنا سكوب على الكابي 1 ولا الكابي 2 هي ميزه الديبندنت ان انت لما تغير السكيل او تغير اي خاصيه هيتعدل فيهم كل مره واحده. وكلهم معتمدين على في واحد. السكوب بوكس يظبط حتى معاها السكوب بوكس مش هتلاقي مش هيظبط معاه الاثنين دول لان الاثنين دول مش مرتبطين بيه. تعالى نبص كده لو انت دخلت هنا السكوبين بوكس موجودين امتى بقى يتحكم فيها؟ لو انا جيت هنا وقلت له سكوب بوكس 2 خلاص هياخد الجزء ده هيطلع اه بس انا دلوقتي بقول له طب تعال خش على ليفل 2 اهو تيجي بقى تقول له ايه انا عايز ده في السكوب بوكس 1 في حد اه فلغى لك الجزء اللي تحت. يعني فكره السكوب بوكس ان انا اخد انا جزء الناس تجربها كده الموضوع السكوب بوكس هو لو انا عايز اخد جزء صغير واعمل له سكيل اغير السكيل بتاعه عايز مثلا في جزء معين فيه شويه تفاصيل معينه هقول له كل اوت وفي عندي اثنين في ريكتانجل مستطيل وفي عندي سكتش ريكتانجل ببدا ايه احدد الجزء دوت. طيب ممكن اقول له لا ده انا عايز سكتش. سكتش يعني ايه؟ يعني هرسم حاجه مثلا ممكن اعملها بالشكل دوت مش لازم مستطيل. يعني ممكن ترسمها على قوس ممكن ترسمها شكل غير منتظم. تمام. طيب ده اقدر اقول له ايه جو تو فيو يوريني الجزء دوت. تمام. اقدر اجي هنا برضو واتحكم فيه بعد كده اكبر فيه او اصغر فيه. بص من قائمه فيو احنا عندنا الكول اوت ده بيرسم جزء معين ويعمل عليه زوم وتقدر مثلا تخليه بدل ما هو 1 ل 50 تخليه 1 ل 10 1 ل 5 1 ل 20 بحيث ان انت تقدر تحط كل التفاصيل والكلمات اللي انت عايزها. وعندي السكوب بوكس عشان تحط الجزء اللي انت عايز تشتغل عليه بس. تمام. طيب خلينا بقى نرجع لموضوع الشيت. اهو الشيت اللي هو 313. تمام. ممكن بقى ايه اسحب لي مثلا الجزء ده انا كده عملت منه كوبي فهو مش هيعترض. ماشي اهو. طيب شايف الجزء اللي تحت ده كاتب لي ايه ليفل 1 كوبي 1 اللي هو الاسم دوت. ماشي. وكتب لي ده 1 ل 100. طيب ممكن اجي هنا في الفيو بورد واقول له ايه نو تايتل فجابها لي من غير الكلام. ممكن ادخل بقى جوه ايديت تايب واقول له ايه شو تايتل او وين مالتيبل فيو بورد. يعني ما تحطهوش غير لو انا عندي اثنين فيو قلب الشيت. لو انا عندي اثنين فيو قلب الشيت يبقى انا محتاج احط الاسم ومحتاج احط الرقم. لو هو اصلا كان كده مكتوب في التايتل بلوك خلاص انا مش محتاجه ما دام هو واحد بس. فالاختيار ده حلو هو ان مالتيبل فيو بورد يبقى اقول له اوكي مش هيبدا مش هيحط حاجه خالص. لكن لو انا سحبت مثلا اي سيكشن مثلا وحطيته جنبيه دول السيكشن ده موجود قبل كده. طيب خلينا نعمل منه دوبليكيت. السكشن الجديد هسحبه واحطه اهو. اول ما سحبته بدا يحط لي ده اسم وده اسم. تمام. ده الاثنين موجودين. تقدر تسحب ده تحطه هنا وتبدا بس دوت تغير السايز بتاعه عشان ينفع ان هو يخش لان ده 1 ل 20 فممكن ايه. طب انا عايز ادخل جواه عشان اعدل اقف عليه وقول له اكتف فيو وبعد ما تدخل اكتف فيو خليها مثلا 1 ل 25 اه ظبطت معايا خلاص. يبقى انا لو عايز اعدل هدوس هنا واقول له اكتف فيو
فيبدأ يديني فرصة إن أنا أعدل. طيب ولو بدي أعرف مين جبت هذا الديتيل يعني. عايز تعرف الديتيل دي موجودة فين؟ عندي اختيار فايند ريفيرنج فيو، فايند ريفيرنج فيو. لا مفيش. انت عايز تعرف. بص انت لو دوست عليه مرتين هيبدا يجيب لي انهي واحد فيهم اللي انا عامل سيلكت، يعني لو جيت هنا ودوست عليه مرتين هتلاقي فيه هو بدا يعمل عليه لون معين، او ممكن بالاسم. خد الاسم دوت وروح هناك، يعني هيبدا يعمل سيرش على نفس الاسم ليفل 1 كوبي 1، هو محتفظ بنفس الاسم. يعني لو انت جيت غيرت الاسم دوت اهو ليفل 1 كوبي 1 سميته مثلا جراوند، ونكتب مثلا جراوند 313 مثلا، خلاص اتغير هنا. يبقى تاخد الاسم ده وتبدا تشوفه. السكشن ماله اهو مثلا انا اعطاني واحد فايل فيها ديتيلز، انا بدي اعرف الديتيلز هذا فين في البتاع. طيب خلينا بص في، تعال ندخل كده السكشن اللي انت عايزه. عايز تعرف السكشن ده موجود في انهي حته في البلاد؟ حلو. مظبوط مظبوط. بص هي في امر هنا اسمه فايند ريفيرنج فيو، تمام، بيبدا يقول لك انت موجود فين بالظبط. طيب انا جيت هنا عايز اشوف انهي حته، هو السكشن ده متاخد جوه السكشن ده، هقول له بقى عايز فايند ريفيرنج فيو، فيقول لي ان ده الاليفيشن ده هتلاقيه في الجراو في الدور الاول، وموجود في الدور الثاني، وموجود في كذا. على سبيل المثال اقول له في الجراوند، يبدا يعمل لي زوم ويجيب لي السكشن اللي انا عامله. يعني الامر اللي انا محتاج ان انا اعرفه اللي هو فايند ريفيرنج. رايت فايند ريفيرنج فيو بيجيب لك السكاشن والفيوهات اللي موجود فيها السكشن دوت. هي اللي عاملها كلاود يعني الخط متقطع. هو بيعمل لك على سلك. انا قلت عندك حاجات. طيب خلينا نخش في الشيت. اقدر اسحب اي سكادول واحطه جواه. لو انا عندي اي سكادول اقدر اسحبه واحطه جوه الشيت. ماشي. اقدر احط مثلا اي ليجند. لو انا عندي اي ليجند ماشي اقدر اسحبه برضه احطه جوه الشيت. تمام. اقدر ارسم اي حاجه جوه الليجند دوت. ماشي خلينا نخش في انتيت. عربيه ايه. تمام. ايه حاضر. طيب هي انا عندي حاجه اسمها من انوتيت. انا دلوقتي عايز اعمل ايه؟ عايز اعمل ليجند باشمهندس. عايز اعمل ليجند بالحاجات اللي انا مستخدمها في المشروع. ماشي. واحطها في قلب الشيت. فالليجند هقول له نيو ليجند. تمام. اوكي. الليجند بيبقى عباره عن ايه؟ ان انت بتحط اسم العنصر وصوره ليه. فلو جيت في انوتيت ممكن تستخدم اوامر زي ديتيل لاين وترسم اللي انت عايزه. ممكن تحمل تكست وترسم اللي انت عايزه. ممكن اروح هنا للكومبوننت وعندي حاجه اسمها
ديتيل كومبوننت، هتحط ديتيل جاهزه او ليجند كومبوننت. يعني ايه ليجند كومبوننت؟ يعني ايه ليجند كومبوننت؟ يعني هاخد فاميلي، قائمه بالفاميلي، وابدا احطها هنا. ممكن انزل كده تختار مثلا حاجه فرنتشر مثلا تلفزيون، ده في الفلور بلان هيبقى عامل ازاي، وده في الاليفيشن، ويبقى ناقص بس ان انت تكتب تكست بان العنصر ده ايه. عندي مثلا صوفا، لا في رابط مكان سيمزك انه اوتوكاد يعني، بس برسم لاينز. ايوه، ما انت ممكن ترسم هنا في الليجند وفي النوتس. ليجند والنوتس تقدر تحطهم 2 دي، يعني هو ممكن ارسم ديتيل ديتيل بس 2 دي. مش مشكلة خالص، ممكن ما هو مديك ادوات اللي هي الديتيل لاين والتكست، تقدر ترسم 2 دي بدون ما اشوف. مش بس انه هون في الليجند انت ممكن في قلب اللوحه نفسها ترسم، مش هيقول لك لا. بس هي الفكره كلها احنا بنبعد عن كده عشان ما ترسمش حاجه في البلان وما تبقاش موجوده في السكشن. فبيقول لك لو انت عايز ترسم بيم صح، ارسم كل العناصر حقيقيه. على وين؟ لو ارسم يعني انت ممكن تدخل هنا في قلب اللوحه ديت وترسم لاينز مثلا. بس بيقول لك ايه، ابعد عن انك ترسم حاجات 2 دي، يعني خليك كله في 3 دي في قلب البيم. الا لو انت اضطريت بقى، اضطريت مثلا في حاجه مش عايز توضحها، عايز تقول له مثلا ان في هنا حته تحت او حاجه زي كده، بترسم خط كده توضيحي. يعني ممكن يكون مثلا في عندك كانوبي او مظله وعايز تبين الحدود بتاعتها، بترسمها خلاص. ديتيل خش احسن حاجه ان انت تدخل في الليجند. او انا عندي خاصيه كده في قلب الفيو، بقول له انا عايز ليجند، او بقول له ان انا عايز درافت فيو. درافت فيو بيديك لوحه تبدا ترسم فيها اللي انت عايزه. حيوان تطلع، هتطلع معاك هنا. ليه عندك هنا ال شوف تحت. درافت فيو. طيب خلينا بقى عايزين في الشيت هنا، نيو شيت، عايز انا اعمل فاميلي جديده ماشي، او عايز اعمل اجيب واحده اوتوكاد. خلينا اقول له مثلا عايز ديت، اوكي، دي عايز الغاها خالص واحط اوتوكاد. هقول له اديت فاميلي. لو عندكم اي لوحه اوتوكاد ممكن نشتغل عليها. طب انت عندك جهاز طيب؟ معاك فلاشه احطها طيب للناس على السيرفر، وانا هتصرف انا في اي فاميلي من عندي. انت جاهز عندك؟ طيب قول لنا هتحطها في السيرفر ولا مش جاهز؟ انا ليه مش شايف عند السيرفر؟ مش كده. هو طالب مني الاسم والباسورد وانا نسيت. هو انا جهاز طيب اللي عليه الفكره؟ اسم رام سي ادم. ادم انا كتبت ادم بس برضه مش شايف. طيب مش مشكلة، معاك فلاش طيب تديها لي بسرعة؟ مش مشكلة، مش مشكلة. أنت قول بس الناس فين والناس فين بالظبط. طيب أنا سيفت هو فين على الديسك توب؟ أنا سيفت عندي على الديسك توب ماشي؟ طيب هاجي بقى هنا في قلب الريفت ماشي، هقول له بقى ايه، انا عايز اعمل امبورت، انسيرت امبورت كاد، وابدا ادخل الملف اللي احنا اخترناه على الديسكتوب اللي هو كان اسمه شيت. تمام. طيب هقول له اوبن. وعليكم السلام. سلام.
طيب هو دخل الملف اهوت بس ممكن يكون ايه حجمه كبير شويه. تمام. طيب اول حاجه اعملها هقول له انبن على اساس ان انا اعدل فيه زي ما انا عايز. ماشي، هاخده بقى من النقطه ديت. دخل ازاي؟ قلت له انسرت امبورت كيت. طيب انا كده ظبطتها. هاخد بقى اللي انا كنت عامله الاول دوت، هاخده على جنب موف عشان ايه ما يتعرضوش مع بعض. وده انا محتاج ان انا اغير السايز بتاعه. ممكن اعمل له سكيل مثلا 0.25 مثلا، اقول له سكيل 0.4 مثلا. تمام كده. في حد عنده مشكله؟ عايز اكبريه السفاريه براحتك حسب الناس اللي انت عايزها. تمام. طيب انا محتاج ان انا افجره، هدوس عليه واقول له اكسبلود. اهو في بعض الحاجات اتلغت، او في بعض الحاجات ضربت، في بعض الكلام او بعض الحاجات بيضرب. تمام، ساعتها هنصلحها وهي مره واحده بس بتتعب في طريقه البلوك، وبعد كده الشباب بعيد. طيب اقول له اكسبلود. تمام، اقول له ديليت اليمنت. طيب انا اول حاجه الخطوط عندي في اماكنها مظبوطه، ناقص ان انا ادخل الصوره بتاعت التايتل بلوك، وناقص ان الكلام ده ارجعه مكانه. عملت سيلكت على التكست كله واقول له موف. هو المفروض الكلام ده كان موجود فين؟ كان موجود هنا. اقول له موف هنا كده. تمام. ودول بتهيألي كانوا موجودين في الجزء الصغير دوت. نعم موجود جوه اللوحه. طيب خلاص، خلينا نعمل سيلكت كده وقول انستليشن ديتيل. تمام. طيب بره في حته الجزء اللي بره ده جوه التيبل ولا فوق ولا تحت كده؟ طلع شويه فوق. حاضر. اساس هذا الاربعه بيجوا هنا. الاربعه دول خمسه واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه. ايوه تمام. عايزين ندخل بقى الصوره، الكلام ده المفروض بيطلع فوق يعني نكتبها مره واحده وخلاص. لا هي مره واحده بس هتبقى ثابته معاك في الشغل كله. في صوره هنا مثلا حاجه معينه، هتحط الصوره ديت، هتقول له انسيرت ايمج، وبعد كده تختار بقى صوره معينه. عايز صوره لازم تعمل اكسبلود. لازم تعمل اكسبلود عشان تتحول من خطوط كاد لخطوط ريفت. وبعد كده تقدر تعدل كده براحتك بقى، يعني خلاص نوت ريفت والكلام ريفت، يعني ممكن اي كلمه بعد كده تدوس عليها وتعدل كده زي ما انت عايز.
تمام. او حتى ممكن ما تدخلش الكريدت تمسك شغل تمسك اللوحه اللي هي بتاعت الريبت دي حتى توصل بس عشان تبقى دقيق اكتر دخل الريبت واشتغل عليه. طيب انا بدور على صوره هنا مثلا الصورة دي طيب محتاج بقى ان انت تحط مثلا اسم المشروع بدل ما تقعد تكتب اسم المشروع ويختلف من مكان لمكان هتقول لي ليبل وتختار بقى اسم المشروع البروجكت نيم البروجكت نيم اهو طيب لا وتقدر تعدل السمك بتاعها تدخل هنا ايديت طيب وتقول له لا ده انا عايزها اكبر او اصغر تكست تايب عايزها مثلا 6 بدل 8 بالشكل دوت زي ما انت شايف الكلام ممكن تدخل تعدل فيه زي ما انت عايز وهي مره واحده تبقى ثابته معاك كل المشاريع. انت عايز تسيب دي مثلا لو انا عايز اسيبها عايز اشتغل بيها مش احنا ايوه والله طبعا جدا بس لا احنا مش عايزين المشروع ده بس عايز تبقى ثابته في المكتبه بتاعتي لاي مشروع بعد كده تمام صح كده. طيب بعد ما انا عملتها كده خلاص خلصتها اروح اعمل ايه الغي ده بقى خالص مش محتاج انا دوت تمام. ممكن تاخد بقى من هنا الحاجات اللي انت عايزها يعني مثلا شيت نيم والبروجكت نيم والحاجات دي ممكن تسحبها وتحطها هنا مثلا ده اسم اللوحه مثلا ممكن نحطها هنا مثلا تقدر تعمله؟ اه تقدر تعمله. تعمله ازاي بقى؟ بكل بساطه روح على كرييت وقول له ليبل انت عايز رقم اللوحه، رقم اللوحه تنزل هنا هتلاقي عندك الشيت نيم والشيت نمبر الشيت نيم شيت نيم، الشيت نيم ذاتها ان انت اول ما تغير شيت نيم في قلب البراوزر يجي معاك كده طيب خلاص بعد ما تخلص بقى هقول له لود انتو بروجكت هيتحمل في المشروع بيسالني انت عايز تحطها في اي مشروع هختار المشروع اللي انا عايزه بص شكل الشيت اختلف تماما عندي في قلب المشروع بتاعي عملت المشروع وبتلاقي خلاص هو ريلود اسم البروجكت اللي عندك وانت بتشتغل عليه مرحبا
طيب بص يا سيد الفاضل، خلينا نرجع بقى لل للملف اللي احنا كنا شغالين عليه اللي هو دوت، عايز اسيبه في ملف بره بحس ان انا لو انا عايز اشتغل في اي وقت انا بشتغل فيه. بقول له فايل سيف اس فاميلي، سيف اس فاميلي كده انا سيفها كفاميلي. هسمي الفاميلي دي ايه؟ هو مسميها A1 متريك ماشي؟ انا خليها على الديسكتوب واسميها A1 متريك واضيف اسم المكتب ماشي؟ ماشي؟ اول حرفين من اسم المكتب. خلاص كده انا لو في اي لحظة حبيت ان الاقي هلاقي الاسم المكتب ده. عايزين بقى تسيب ده في النهارده، تاريخ بره؟